تربويا دائما أعلن وزير التربية عبد الحكيم العابد أثناء إشرافه على انطلاق الموسم الدراسي من غردايا عن موافقة وزارته لاعتمادية المدارس الحرة بغردايا، وأثنى على ما قدمه أو ما قدمته هذه الأخيرة من كنوز في التعليم والتكوين أثناء الحقبة الاستعمارية. نتابع. بخصوص المدارس الحرة في الحقيقة هي مدارس عريقة أدت ما عليها وتأسست هذه المدارس حتى في الحقبة الاستعمارية المقيتة، وهي الآن يعني مدارس تؤدي دور كبير في المجتمع، تؤدي دور علمي، دور مجتمعي، دور حاسم، ودور كذلك مفيد جدا للمجتمع. الجديد هو أنه هذه المدارس الحرة تم دراسة الطلب تقدم به المجتمع في ولاية غردايا وكل فعاليات المجتمع الطيب الكريم، وبعد دراسة الملف والتغلب على الصعاب التي كانت تعتريه فقمنا بالموافقة وأعلنها اليوم رسميا أن المدارس الحرة تلاميذ أبنائنا من هذه المنطقة المسجلين في المدارس الحرة سيلجون الأرضية الرقمية أو يدخلون في نظام الرقمي لوزارة التربية الوطنية. فهذه هي الآن حقيقة معاشة، وآلية التجسيد هي مفصول ومحسوم فيها، وسيسجل أبناؤنا من هذه المدارس العريقة والمحترمة والقيمة في الأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية.